ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى جلسة مجلس الشورى، حيث ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن الكهرباء والماء. إذ تبنت اللجنة في تقريرها مقترح هيئة الكهرباء والماء بإضافة عبارة دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر في بداية المادة الأولى، مع إعادة صياغة المادة بحيث يتم التفريق بين المنازل المشتركة والمحلات الأخرى فيما يتعلق بالعقوبة. كما تم تبني مقترح مجلس النواب بالنسبة للمساكن والمحلات الأخرى غير المساكن الاجتماعية أو المشتركة، فيما تم تبني مقترح الحكومة فيما يتعلق بالمساكن الجماعية أو المشتركة. وبعد مناقشة مستفيضة، قرر المجلس بأغلبية أصواته الموافقة على مشروع القانون بالتعديل المقترح على مادته الأولى خلال الجلسة وإحالته إلى مجلس النواب الموقر. ثم انتقل المجلس إلى بحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون احتياطي الأجيال القادمة، حيث رأت اللجنة أن التعديل سيساهم في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء الآخرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، ما يؤدي إلى فعالية المجلس في ممارسة اختصاصه. ووافق المجلس على مشروع قانون على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة. اليوم المجلس مشكور أقر مادة مهمة في قانون الكهرباء تتعلق بالقيام بمخالفات تمديدات الكهربائية وتمديدات المياه المخالفة للمواصفات والمخالفة لإجراءات الأمن والسلامة. والمادة كما تم الاتفاق عليها تفرد العقوبة في من يقوم بهذه المخالفات في المرة الأولى بتكون غرامات، أما عندما ترتكب هذه المخالفات للمرة الثانية فقد تكون العقوبة ترتقي إلى موضوع الحبس، وهذا أمر يقرره القاضي. وأيضا عندما تكون المخالفات في مساكن مشتركة ستكون العقوبة أشد. فرض عقوبات وجزاءات على المخالفين في التمديدات الكهربائية والتوصيلات الكهربائية بالنسبة والقيام بتمديدات بدون ترخيص والتي تسببت في حوادث مؤلمة وحوادث كارثية خلال السنوات الماضية، اليوم شدد هذا التعديل العقوبات على المخالفين، وإن شاء الله يكون هذا رادع لما يكون في هناك عقاب حازم بالنسبة لكل مخالف بما يخص سلامة المواطنين والمقيمين وسلامة الأفراد والمجتمع.